أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك الكثير من العلماء الكبار ولكن لم تظهر لهم كرامات، وهناك أبو بكر ما ظهرت له كرامات، وعمر ما ظهرت له كرامات، هو لازم أن الولي تظهر له كرامة، تظهر له إذا احتاج إليها تظهر، أما إذا لم يحتاج إليها فما هو ولي، كل ولي تكون له كرامة، وليس من شرط الولي أن يكون له كرامة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.